مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج ولع قنديلك، اهلا وسهلا بكم. ما زلنا متواصلين معكم في اجواء الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. ما زالت مدينه بنغازي تشهد احتفالات متواصله لهذه الذكرى العظيمه. سنرصد لكم الاجواء من داخل منطقه سوق الحوت، اجواء الزوي اللي كيف ما نعرفون بالليبي دائما ما يخرجون للاحتفال بهذه المناسبه العظيمه. خلوكم في المتابعه. هذه عادات طيبة جرت بها العادة من أبانا وأجدادنا، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعزائي المشاهدين، كما تشوفوا ما زلنا متواصلين معكم في أجواء الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف، ما زلنا متواصلين في اللقاءات. طبعا اليوم مناسبة عظيمة، عيد المولد النبوي، بنغازي ومنطقة سوق الحوت دائما حاضرة وبقوة في الأجواء. نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويعود علينا إن شاء الله بالخير والنصر، ونحب نعيد على بنغازي وعلى ليبيا كلها وعلى المشير، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. يعني أكيد السنة هذه في حاجة متغيرة ولا نفس العادات والتقاليد اللي سيرا في المنطقة؟ لا الحمد لله، يعني كل شيء تمام، يعني خير من قبل الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الله يرحم شهدائنا وجميع امواتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. هذا عيد سيد الخلق، والله يرحم خيي السنه اللي فاتت حتى هو كان معانا، ويرحم وليدي ويرحم جميع الشهداء، ويرحم عموره ويرحم فتح جبالي واحمد المغربي من شهداء بنغازي، وكانوا يحتفلوا بمولد النبوي، وطلعت على سبة شهدائنا وعلى سبة سيد الخلق سيدنا محمد عليه ألف صلاة والسلام. زميلي محمد، كيف ما شفت الأجواء متواصلة، احتفالات مستمرة في مدينة بنغازي لليوم الثاني على التوالي احتفاء بذكرى عيد المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الختام إليك التحية والتحيات أيضا محمد الشيخي ولضيوفك الكرام في الاستوديو.